هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. فما أستطيع أن أقوله عن الشيخ الدكتور سيدي مصطفى السليمي حفظه الله الذي أعرفه عن قرب والذي استمرت علاقتي الأخوية والوطيدة به منذ الصبا وإلى يومنا هذا والحمد لله رب العالمين. أقول أننا بصدد التحدث عن عالم درس العلوم الإسلامية يعني وبرع في كثير منها، فهو محدث وفقيه ومحقق، عالم بالحديث وأصوله، عالم بالقرآن وعلومه والقراءات، لكنه برز بصفة خاصة في علوم القرآن والقراءات. فالشيخ ربيع حياته القرآن، ولما لا وقد نشأ وتربى في أسرة قرآنية بامتياز، فكانت بدايته القرآنية يعني قبل تعليمه الأساسي على يد والدي رحمه الله عز وجل الذي تعلمنا عليه جميعا في كتابه يعني الكتابة والقراءة وحفظ القرآن. إذا أكل إلي أن أتحدث في واحد من أقرب الفتية الأسفيين إلي بحسب احتكاكي بهم وتمرسي إلى جنبهم أو تمرسهم إلى جنبي في تحصيل العلم ومزاولة مداركه والتماس المسالك التي تفضي إليه، وبالذات أن أتحدث في الأستاذ السي مصطفى السليمي، فأقول في البدء أنه يبهجني كثيرا كثيرا كوني التقيت بهذا الفتى واحتككت به أو احتك بي على مدى عشرات السنين، وزاد في بهجتي السمت الذي اجتمع فيه، ولا أعتقد أنه يجتمع كثيرا وبالاضطراد في العدد الزائد من الفتية وطلبة العلم والمحيطين بالمعارف.
والمدارك، ذلك أن هذا الفتى ومنذ انصرافه إلى بلاد المشرق يفارقنا من مدينة آسف إلى هنالك، إلى هذه الساعة ثبت لي أنه اشتغل على مدى هذه المدة الزائدة في تحصيل المعارف والإحاطة بالعلوم والتنقيب في مداركها ومسالكها وفي أصولها وفي نابتتها. وأعتقد أن ملاقاته لفيض العلماء والراسخين في مجال التحصيل جعل منه فتى موسوعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فأعرف بنفسي ابتداء فأقول أنا المصطفى بن أحمد السليمي من مواليد هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة آسفي، سنة 70 و900 وألف، ونشأت في هذه المدينة وبها ترعرعت وفيها أخذت ما من الله بي علي في أول عمري من العلم، خاصة علم كتاب الله عز وجل. وكان أول من أخذت عنه والدي رحمة الله تعالى عليه، سيدي أحمد بن محمد بن عزوز الزيدي العبدي المولود بهذه المدينة والمنتسب إليها والمتوفى فيها، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم والدينا جميعا. فهو أول شيخ لي، فعلى يديه أخذت المبادئ الأولية للحروف على ما كان هو على ما كان معلوما ومعروفا وسائدا في المغرب من بداية الطلب. أي تلميذ لا بد أن يمر على الكتاب قبل أن تنشأ هذه الرياض، رياض الأطفال. فأخذت على يديه تعليم الأولي وحفظت عليه ما يقارب ربع كتاب الله عز وجل أو أكثر من ذلك، ثم انقطعنا عن الحفظ وعن التحفيظ والانتساب إلى الكتاب بعد الالتحاق بالمستوى الإعدادي، ولكن بقيت علاقتنا بالقرآن خاصة بمحافظة على الحزب الثابت في المساجد هذه المملكة. فكنا بقينا على استمرار وصلة بهذا القرآن ولله الحمد، ولم ننقطع عنه يوما ما. صحيح ضعفت وخفتت العلاقة به في بعض الفترات من سني المراهقة، لكن على الدوام لم أنقطع، ولا أعلم أن سنة من سني مرت بدون علاقة بكتاب الله عز وجل. ولما التحقت بالمستوى الثانوي عاد الحنين إلى استمرار مرة أخرى لختم كتاب الله عز وجل، فالتحقت بالشيخ سيدريس الطالدي حفظه الله، وهو أحد أئمة مساجد مدينة آسفي ولا يزال حفظه الله وأطال في عمره. ثم التحقنا، وكانت هذه هي المرحلة الفاصلة في علاقتي مع القرآن وعلوم القرآن، بحلقة شيخي ووالدي الذي أعتبره والدي الثاني حفظه الله وأطال في عمره، سيدي عبد الهادي العلامة، سيدي عبد الهادي بن عبد الله حميدتو، الغني عن التعريف والعالم الإسلامي كله يعرفه، يعرف ذاع صيته في العالم كله بموسوعته التي لا يكاد يستغني عنها باحث في علوم القرآن اليوم على امتداد العالم الإسلامي. فقلما يتكلم متكلم أو يكتب كاتب عن قراءة نافع إلا وتجده مستندا إلى موسوعة شيخنا سيدي عبد الهادي حميدتو. فكنا نواظب على دروسه حفظه الله، وخاصة ما يتعلق بالتجويد، فتكونت عندنا ملكة التقويم القراءة والتجويد والأداء. بعد سنتين من ملازمة أو أكثر من ذلك، قرابة 3 سنوات، جاءنا الشيخ سيدي عبد الله البخاري من المدينة المنورة حاملا معه ملفين للالتحاق بالجامعة الإسلامية. فلم يرى سيدي عبد الهادي حميدتو ولم يجد ولم يكن له ليس بدا وإنما من جميله وفضله حفظه الله أنه رأى أنني الأولى بهذه المصاحبة لابنه وصحبة سيدي حسن. فمن الله عز وجل أن التحقنا بالمدينة المنورة، وكل شغف في التعلق بكتاب الله عز وجل وإتمام العناية به قراءة وحفظا وتفسيرا وتجويدا. وأنهيت دراستي الثانوية هناك في مستوى الختامي البكالوريا، وكانت النية والعزم منعقد على أن ألتحق بكلية القرآن،
لكن سبحان الله شاءت الأقدار أن أنصرف أو أصرف عن انتساب إلى كلية القرآن والتحقت بكلية الشريعة، ولكن بقي في داخلي وازع يحملني نحو كتاب الله عز وجل، فقلت لا أفوت الفرصة، فالتحقت بمسجد من مساجد المدينة المنورة عند الشيخ مصري رحمة الله تعالى عليه، وهو الشيخ سيد لاشين أبو الفرح، فقرأت عليه بعض القراءات وأجازني بها كقراءة النافع وقراءة أبي عمرو، وكنت أهيئ نفسي للقراءات السبع كلها، بحيث كنت شرعت في حفظ الشاطبية إلى منتهى أصولها، لكن لم أتمها لصارف بعد التخرج، وكان الشيخ عنده طلبة كثر، فكنا ننتظر يعني دورنا لنقرأ عليه، لكن من الله عز وجل أن أخذت عنه السند بهاتين القراءتين، وهو قد توفي والتحق بربه سنة 32 و400 ألف. الشهادة الأكاديمية طبعا أنا حصلت على الإجازة من كلية الشريعة بجامعة إسلامية بالمدينة المنورة، ثم كما قلت التحقت بمدرسة العليا فحصلت على دبلوم هيئة الكفاءة المهنية، وفي نفس الوقت بالموازاة معها كنت قد انتسبت إلى سلك الماجستير حينها بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية الآداب ظهر المهراز في النظام القديم دبلوم دراسات العليا، وفي نفس الوقت انتسبت أيضا إلى دار الحديث الحسنية، فكنت أحاول التوفيق بين هاتين المؤسستين العريقتين، سواء مؤسسة دار الحديث الحسنية أو جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب دار المهراز، فحصلت على دبلوم دراسات العليا من دار المهراز، وأيضا على دبلوم دراسات العليا في علوم القرآن والحديث في كلا الجامعتين هناك أو هناك، كلاهما حصلت على دبلوم دراسات العليا في علوم القرآن والحديث. ثم أكملت دراستي في الدكتوراه في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في الحديث، في تخصص الحديث، وإن كانت الوحدة وحدة علوم القرآن والحديث، لكن بحث الدكتوراه كان في الحديث، ولم أخرج عن القراءات ولا عن القراء بعيدا، وإن كان بحثي في الحديث لكنه عن عالم من أعلام القراءات، وهو الإمام شمس الدين محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدريك ما العقبة، فك رقبة،
أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يخص الأستاذ الدكتور سيدي مصطفى السليمي، هو من خيرة أبناء هذه المدينة ومن خيرة قرائها الذين يشرف المجلس بعضويتهم، وهو معروف الحمد لله زيادة على دماتة أخلاقه وطيبوبته وتقواه الذي لا نزكيه على الله ولكن هكذا نحسبه، فهو كثير الحركة والنشاط فيما يخص خدمة القرآن الكريم، فقد أعطى للقرآن الكريم الكثير الكثير الكثير، لا من خلال التأطير لأهل القرآن ولا من خلال الأنشطة القرآنية كالمسابقات في التجويد، المسابقات في الحفظ، المسابقات في الرسم، المسابقات في الضبط، ثم إنه من الذين يشرفون معنا على معهد التعليم العتيق، المعهد العرفان الذي تخرج فيه عليه وعلى يديه وعلى أمثاله كثير من طلبة القرآن في بهذا الخصوص. ثم كانت لي تجربة في التعليم القرآني خارج بلاد الإسلام في روسيا، كانت هناك معاهد ندرس فيها القرآن وبتتنا هناك ولله الحمد حب عند الطلبة حب كتاب الله، ولا يزالون إلى اليوم يتواصل بعضهم معنا بعد شيوع وسائل التواصل، فكثير منهم اتصل بنا ويذكر تلك الأيام الخوالية مع كتاب الله عز وجل، فكانت هذه مسيرتنا. ثم التحقت هنا بالمغرب، رجعت إلى المغرب والتحقت بالمدرسة العليا الأساتذة، فعينت أستاذ مادة التربية الإسلامية قرابة تقريبا 7 سنوات أو 8 أو 10 سنوات في المستوى الثانوي، ثم التحقت بالمركز الجهوي لتكوين الأساتذة منذ 2006، وأنا إلى اليوم أزاول فيه مهمة تكوين الطلبة وأحاول ما أمكن أن أغرس فيهم حب كتاب الله عز وجل والتعلق بكتاب الله عز وجل، وأن السبيل في النجاة في الدنيا والآخرة هو الارتباط بكتاب الله عز وجل، وأن تجعله قائدك يقودك حيث يريد الله عز وجل، ومن كان القرآن قائده في الدنيا لا شك أنه سيكون إن شاء الله تعالى قائده في جنان الخلد بإذن الله عز وجل. وكل جهودي ولله الحمد تصب في خدمة كتاب الله عز وجل، سواء في هذا المعهد، معهد أبي بكر تابع لجمعية أبي بكر الصديق للتعليم العتيق، فنسعى ما أمكن إلى استيعاب عدد أكبر من الطلبة لتحفيظ كتاب الله عز وجل والعلوم المتعلقة به، ونحن في طور إنجاز أيضا معهد آخر إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يمن بتمامه. وأيضا لا أنسى أن أيضا جمعية أساتذة التربية الإسلامية التي أنا عضو فيها كانت سباقة قبل أن ينشأ المجلس العلمي، إنما كان المجلس الجهوي التابع الجديد، كانت الجمعية مع ثلة من أهل الفضل من الأساتذة المحبين لكتاب الله، لهم شأن، لهم اهتمام بالغ بحملة كتاب الله وتحفيز الناشئة على الاعتناء به حفظا وتجويدا وأداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم.